نظم الهلال الأحمر الجزائري عملية تضامنية لفائدة العائلات الجزائرية النازحة من منطقة كيدال شمالي مالي منذ 2012. العملية تمس أكثر من 300 عائلة يستفيدون من كمية من المواد الغذائية الضرورية، خيم، أغطية، أواني منزلية وحليب للأطفال، إضافة إلى مستلزمات أخرى. ويشرف على هذه العملية متطوعو الهلال الأحمر الجزائري إلى جانب أعضاء من جمعية الجزائريين المقيمين بكيدال. تغطية بريش مولاي الحسن. هذه العملية هي خاصة بالقادمين أو النازحين الجزائريين من منطقة كيدال، وهذه العملية نقوم بها بالتنسيق مع رئيس الجالية الجزائرية بمنطقة كيدال المقيمين الآن ببلدية. تتمثل المساعدات في مواد غذائية أساسية، أغطية، أفرشة وخيم، والعملية أيضا مستمرة تاني أشياء خاصة بالأطفال، مستلزمات للطفل، أيضا أواني منزلية من أجل رفع الغبن على هذه العائلة. السلام على أشرف المرسلين. أشكر السلطات الجزائرية عامة على المبادرة هذه، على طلبنا العاجل واستقبال الطلب العاجل في ظرف 15 يوم. ريبوندات لنا وقالت لنا مرحبا بكم كجزائريين، نزحتم من كيدال جيتوا لاتين زواتين، تفضلوا. أمنا غنجا شكرا للدولة ترغن الجزائر، الله تكنانا غهرت يا رشا سمسين إن شاء الله عيوانتت وخلاص سمر أدجغي سلان انت الياطي.